اخبارك عصام؟ والله تعبانين. ليش عصام؟ تعبانين. يعني انا الخميس مدينة الطب ساعتين واقف سرع على ابو المفاصل. شايف ابو مفاصل يوقف له سرع ساعتين هو بي مفاصل على مود رجلي؟ يعني هاي ثاني مستشفى اروح لها. مدينة الطب ساعتين واقف عبس علي تطب على ابو المفاصل. يعني الله يقبلها محمد، فقير ما يقدر يعالج نفسه؟ هسه هاي رجلي والله العظيم موتتي صار لها شهرين، راح مدينة كندي ما سوى له علاج، مدينة الطب ما اخر شيء يعطيني هذا مسكن الالام، الله وكيلك ومحمد كفيلك، هذا مسكن مال الام، هاي على مود رجلي. زين؟ ليش يعني اريد افتهم الفقير وين يروح؟ يعني انتم بس اريد افتهم، انتم تروحون تعالجون بمدينة الطب؟ انتم تروحون تعالجون بهاي المستشفى الحكومية الوسخة القذرة اللي ما بيها علاج، الدكاترة اللي ما يفتهمون، اللي ما يخافون من الله؟ ليش كشفية الطبيب 50,000؟ ليش كشفية الطبيب 40,000 و50,000؟ بس اريد افتهم، ليش العلاج بالمستشفيات بالصيدليات الأهلية اكو وبالحكومية ماكو؟ هذا الموبايل حروح ابيعه الله وكيلك اليوم. بالقرآن هسه راح الباب الشرجي ابيعه على مود اروح للطبيب لان تعبت بعد ماكو يا حكمل علي فلوس واروح للطبيب اهلي تعبت بالقرآن الكريم اروح ابيعه واروح الدكتور اهلي هسه رجلي اريد يعني انا مواطن عراقي 2024 وطبينا 20 سنه وزارات صحه وفلوس وايرادات دوله ما تقدر تعالج نفسك يعطيك مسكن الام الله عليك يعني هذا وزير الصحة الفاشل الحرامي اريد اقول الحرامية من 20 سنة لحد الآن كل وزراء الصحة فاشلين وحرامية ودمروا الصحة بنوا لك مستشفيات أهلية ودمروا لك الحكومية ما خلوك تتعالج بمستشفى حكومي وين يروح الفقير هاي الناس كلها فقرة إذا علاج ماكو باوع علي ما السكر ماكو علاج ما الضغط ماكو ما القلب ماكو ما المفاصل ماكو ما ابو صفار ماكو هاي بنت اخويا ذاك اليوم ابو صفار هو شنو هذا ماكو علاج ما كل اي علاج لاي مريض ماكو كله روح اشتري من برا تروح لابو الصيدليه العلاج غالي يقول لك الدولار ساعد تروح للطبيب 50,000 و60,000 اشعه ب 50 تحليل ب 40 السونار ب 300 المفراس ب 400 ادي منين نجيب رب منين نجيب استاذي بس واحد يفهمنا هذا وزاره الصحه الفشل الحرامي منين نجيب فقير زين هذا نقيب الاطباء وين دوره نقابه الاطباء ونقابه الصيادله والحكومات وين دورهم من الفقير من المستشفيات اللي دفتهم هاي كم مستشفى اهلي انبنت بالعراق كم مستشفى اهلي انبنت ولا مستشفى حكومي بنيته ليش العلاجات متوفره ليش المستشفيات الاهليه مفرط لك كل شيء اللي يجي يتعالج لان فلوس بوك ذهب سرقات دمروا لك الصحه دمروا لك الزراعه دمروا لك الصناعه دمروا لك الاقتصاد دمروا لك المعامل دمروا لك العراق باقوا العراق ونهبوه ودمروا روح باع الاراضي اللي يبوقوها ويبنوها يسووا مجمعات سكنيه هذا كراج العلاوي مقابل كراج العلاوي اخذوه حيسووا مجمعات ويبيعوه باع المجمعات يبنوا لك سكن ب 400 مليون الشقه و600 مليون و700 مليون مين يجيب الفقير وين يروح وين ينطي وجهه هسه المواطن وين ننطي انا ما عندي فلوس اعالج نفسي يا اخي مين اجيب اكو احد يعطيني ذول يطون ذول يطون العراق اطوا حقوق العراقيين اطوا على مدى 20 سنه تعبنا ملينا دمرونا باقوا العراق ونهبوا وسرقوا على مدى 20 سنه كافي مو تعبنا انا مواطن عراقي مالي حقوق بهالبلد وذول الحراميه اخذوا فلوس العراق كله ونهبوه هم يرحم ما يتمرضون كله تاهات وجكسارات وسيارات ذاك اليوم هسه تبع الدوله قاضي على ابو التوك توك على ابو الدراجه اللي اسمه ذاك اليوم سياره من الخضراء طالعه بها 9 مليارات وزير الاسكان يطلع يقول لك هاي مال المقاول اخذها سلفه يا مشروع اللي سلفته 9 مليارات هذا ليش ما حد حقق بهالموضوع مو فلوس الشعب مو فلوس الناس 9 مليارات هاي اللي بكتوها يا وزارة الإسكان ويا وزير الإسكان هاي كم مستشفى تبني كم مدرسة كم شارع كم معمل الشغل هاي الناس تعيش هاي الناس الفقرة الكاتل هجوا على مدى 20 سنة بوق نهب سرقات دمار خراب دمرتوا العراق مليارات بكتوها فلوس العراق كلها ببطونكم نشالة حرامية بواقني شو وفرتوا شو وفرتوا أبسط شي علاج بالمستشفى ماكو هاي الشباب كلها ضاع مستقبلها بسببكم ولدكم يدرسون برا يدرسون بهالجامعات الأهلية ويدرسون وسياراتهم وقصوركم وفلوسكم وإحنا نظل نقدي بالشارع شعب ظل يقدي بالشارع من وراكم دمرتوا العراق نهبتوا سرقتوا روحوا شوفوا خلي ينزلون الحكومة خلي ينزلون للشوارع الوزراء يباعون خلي ينزل وزير الصحة يباع المستشفيات خلي ينزل وزير التجارة يباع الحصة شوني
خلي ينزل وزير الإسكان يباع أكو سكن للمواطن، خلي ينزل وزارة الصناعة وزير الصناعة، خلي يقول أكو معامل تشتغل بالعراق، خلي ينزل وزير التربية الكتب مالته انباعت بالمتنبي، خلي ينزل يا وزير بعد خلي ينزلون يباعون العالم شلون عايشة. وشاب يبيع له صندوق مي على مود 2000 دينار، واحد يدفع عربانة بسطيات، خريجين ملاقين شغل، تعب قهر جوع فساد ظلم، دمرتوا العراق ونهبتوا وسرقتوا على مدى 20 سنة، اللي ما سويتوا ب20 سنة ما حسوا لنا بعد شيء، بس تبوقون وتنهبون وتسرقون، دمرتوا العراق كافي، تعبنا مواطن عراقي كل شيء ما له حقوق بهالبلد، والفاسدين والحرامية لهم حقوق، ليش اريد نفتهم ليش؟ باع العالم باع الناس جوعانه كافي، الفقير اليوم منو عنده؟ هسه انا شو اسوي اذا ما عندي فلوس اتعالج شو اسوي؟ بس فهمني. يلا مو تعبنا والله تعبنا، ساعتين بالمستشفى ورايح وخلاص اخر شيء يعطيني مسكنه، لا والله روح اشتري علاج من برا، روح اشتري اكل من برا، روح سوي من برا، ماكو مصانع، ماكو كل شيء ماكو بالبلد، بس يبوقون وينهبون ويسرقون ويدمرون، كل متواطئ ويا الفاسدين. الكل فاسد وحرامي، شكو واحد باق ونهب وسرق من العراق، الله لا يوفقه والله ينتقم منه.